سيد جامعة شعب تكالي وقعت واحد اتفاقية مع مؤسسة عبد الواحد القادري بالنسبة لكم ثم كجامعة شعب تكالي اشنو الاهداف ديال الاتفاقية وماذا تسبوا هذه الاتفاقية بسم الله الرحمن الرحيم هذه آه، الاتفاقيه اللي توقعت بين جامعه شعيب دوكاليب الجديده ومؤسسه عبد الواحد القادري هي كت، كتهدف لتعزيز اواصر التعاون بين المؤسستين وكذلك كتفتح مجال الطلبه باش يستافدوا من فضاءات من غير الفضاء ديال الجامعه وكذلك يعني التنميه الثقافيه يعني كتهدف لتنظيم التنظيم انشطه ثقافيه وعلميه وتربويه دونك بتعاون بين المؤسستين وتهدف كذلك يعني باش الجامعات تنفتح على محيطها السوسيو اقتصادي و نتمنى ان شاء الله تكون تكون انشطه اللي غتنمي في يعني في شتى المجالات ان شاء الله. ما تشوفيش بان الجديد محظوظ بهذا المركب الثقافي عبد الحق القادري اللي حنا تواجدوا فيه لان هذا المركب هذا المركب هذا الحجم هذا غيساعد الطلبه انهم يفجروا هذيك المواهب ديالهم يعني سواء على مستوى القراءه او على مستوى يعني الابداع كاين واحد القاعه على الموسيقى كاين ايضا قاعه على المسرح قاعه على السينما. نعم بالطبع هي غادي يعني كيبقى الطالب هو ال هو اللي كان هو المستفيد الاول بما انها كنشوفوا كاين باغ اكزومبل قاعه العروض كاين يعني مختلف انشطه ثقافيه اللي يقدروا يق... كاين عاود بحال دي بورس دو ميريت اللي غادي تقدر يعني المؤسسات تمنحها الطلبة للطلبه كسوسوا الطلبه المعوزين او الطلبه المتفوقين دونك غادي يستفدون من دي بوخص من هذه المؤسسه يقدروا كذلك حتى هذيك البطاقات النخيرات يعني بهذه الاتفاقيه يقدر يكون ثمن رمزي للطلبة ديال الجديده دونك هنا باش نشجعوهم على المطالعه وعلى يعني يكون داك التواصل القراءه وكل ما هي نشاط ثقافي او علمي وهذه الاتفاقيه تهدف الى مد الجسور التعاون ما بين المؤسستين، مؤسسه الجامعه ومؤسساتها ومؤسسه عبد الواحد القادرين بحيث تكون تبادل الخبرات وتبادل المواد او البشريه او الماديه المتاحه لكل الطرفين جامعه عبد الكريم ومؤسسه عبد الواحد القادرين. كما تهدف هذه الاتفاقيه لفتح ابواب المركب الثقافي عبد الحق القادري للطلبه والباحثين الباحثين لهذه الفضاءات المركب